وأنت تدخل إلى مدينة الضلوعية جنوب محافظة صلاح الدين، قف هنا ثم سل عن ذات السواتر، تلك المعركة الخالدة التي كسر فيها أبناء هذه المدينة جبروت تنظيم سيطر على ثلثي العراق. يوم كان يعيش التنظيم أوج قوته ثم ينتشر في المدن كانتشار النار في الهشيم متجها نحو بغداد، فرغم الخذلان الإعلامي والعسكري حينها انتفض شباب هذه المدينة لينقضوا على قادة التنظيم الداخلين بغفلة، ولتبدأ بعدها رحلة الصراع الطويل. صغيرة محصورة في جزء من الضلوعية، تقاوم داعش لمدة 7 أشهر، وتدحر داعش وتتكسر أسطورة داعش على أسوارها، ولهذا سميت هذه المنطقة وهذه المعركة بمعركة ذات السواتر. 5 محافظات ما قدرت تصمد بوجه داعش، بل نقدر نقول بحدود 10 فرق من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى متجحفلة معها ما قدرت تصمد بوجههم، في حين جزء من ناحية قدرت أن تصد داعش، والحصيلة هؤلاء الشهداء، لأنه أي عز أو أي كرامة لا يمكن أن تكون إلا بتضحيات. والحمد لله والشكر أنه قدمنا تضحيات كثيرة، سواء كان من أهل الضلوعية أو من خارجها اللي شاركوا معنا، بس كان النصر حليفنا. عبر الزوارق المفخخة كان داعش يشن هجماته، أسقط هذا الجسر وأحكم حصاره برا، إلا أنه كان بحاجة لمعجزة تمكنه من الولوج إلى داخل المدينة، فعلى مدار 7 أشهر شن فيها أشرس هجماته، عجز عن اختراق ساتر ترابي وبشري. في معركة دارت لمدة 7 أشهر، معركة ضارية وكانت معركة قاسية، كانت تضحياتها كبيرة ولكن كانت نتائجها كبيرة. كانت منطقة صغيرة واجهت هذا المد الكبير، ولكن كانت التضحيات بحجم النتائج نتائجها كبيرة، والله جل وعلا ساعدنا في هذه المعركة، ولذلك هذا التجمع الكبير الحاشد هو يمثل يعني حقيقة إحياء الذكرى، ويمثل ايضا التذكير بالشهداء اللي هم كانوا اكرم الجميع، وكانت التذكير بالمقاتلين اللي قادوا المعركه. يحتفي سكان الضلوعيه كل عام ليس كذكرى تحرير المدينه فقط، بل يقفون اجلالا لما يقارب 200 شاب سقطوا في المعركه. زياره بالنسبه لي مشرفه جدا، لانه هاي الزياره تخليني أشارك أخواننا وأهلنا بالضلوعية بأفراحهم وأفراح الانتصارات اللي حققوها. لقناة سامراء مصطفى السلمان.